مرحبا، أنا كارين الخازن وعضو باللجنة العلمية للمؤتمر العالمي لاضطرابات الأكل أو International Conference for Eating Disorders ICED لعام 2021. هالفيديو القصير تأديكم أنه تشتركوا وأهم شيء تقدموا نموذج من شغلكم أو أبستراكت بهالمؤتمر المهم، وعندكم فرصة على 3 جانوري 2021. أول سبب أنه كتير مهم نحن بالمنطقة نفرجي الشغل اللي عم نعمله واللي عم بيصير بمجال اضطرابات الأكل لعدد كبير من المشتركين اللي هن أخصائيين بعلاج اضطرابات الأكل، وإلى جانب مراجع كبيرة ومعروفة عالمياً بهالمجال. تاني سبب أنه فيكم تحضروا عروض كبيرة من المجال السريري أو المجال البحثي، رسوم التسجيل منخفضة، وعندكم الخيار أنه تحضروا كل المحاضرات مباشرة، أو عندكم فرصة لآخر ديسمبر 2021 تتحضرون بالوقت المناسب لكم. كمان فيكم تقدموا وتسمعوا كل المحاضرات من راحة بيتكم. أنا بتمنى عليكم تكونوا موجودين بهالمؤتمر المهم، وأنا بشكركم لوقتكم.